الأخوة الأخوات الرفاق الرفيقات، أسعدتم مساء. نرحب بكم في هذه الليلة في ندوة من الندوات المهمة أيضا، وهي عن المصالحة في جنوب أفريقيا، إضافة إلى يعني نبدأ راح نتكلم عن نيلسون مانديلا المناضل الكبير. طبعا رغم ان العنوان طويل الا ان انا اشوف ان عمليا هو ورقتين في ورقة، لان لا يمكن ان نفصل يعني المصالحة الوطنية عن نضال نيلسون مانديلا، وبالتالي يعني بتكون على شكل نوعا ما جزئين. يعني يتكلم الرفيق عبد النبي عن المصالحة بشكل عام وزيارته لجنوب أفريقيا في وفد المعارضة، أتصور قبل سنتين ثلاث سنوات. وطبعا الكل يعرف نيلسون مانديلا ونضاله وتاريخه. أنا راح أتكلم يعني في جزئية تتعلق بلماذا اختير نيلسون مانديلا تحديدا في يوم 18 يوليو كيوم عالمي للتضامن مع نيلسون مانديلا. طبعا نيلسون مانديلا هو رائد المصالحة الوطنية وقائد النضال الوطني في جنوب أفريقيا، والذي تمخض عن يعني عمليا الاستقلال، وبالتالي يعني الفصل العنصري أصبح من الماضي عندما طبعا أطلق سراحه بعد مضي حوالي 27 سنة في السجن. من منا لا يعرف هذه القامة الوطنية الرفيعة، وهو الشخصية الأكثر تأثيرا وشجاعة في عالمنا. فرحلته من السجن إلى الرئاسة للأسف شوية فرحلته من السجن إلى الرئاسة كانت رحلة طبعا شاقة و يعني مليئة بالأحداث العظام. فخلال هذه الرحلة طبعا تتوج بأن يصبح رئيسا لجنوب أفريقيا لفترة واحدة، وهذه أيضا من خصال الرؤساء الكبار الذي لم يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة. طبعا كان له تأثير كبير في تغيير الحاصل في جنوب أفريقيا، وقبول البيض في نهاية المطاف بأن يتقاسم السلطة مع السود ليصبح أول رئيس أسود في جنوب أفريقيا، ويحصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع دي كليرك له الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا. طبعا أفرج عن المناضل نيلسون مانديلا بعد ضغوط محلية وخارجية أدت في نهاية المطاف إلى إطلاق سراحه، ومن خلال وجوده خارج السجن توصلوا إلى المصالحة الوطنية، وبالتالي تعمدت هذه المصالحة بالاتفاق على أن يعني يحصل السود في نهاية الأمر على السلطة السياسية كاملاً بفضل نضالات الحزب الوطني الأفريقي أو المؤتمر الوطني الأفريقي برئاسة مانديلا. فرحلتي من السجن للرئاسة كانت إلهاما للعالم في كيفية تغيير المجتمعات من خلال الصبر الدؤوب وتحمل المشقات، وهذا المناضل مثل تراثا للبشرية والعالم أجمع، وضرب مثالا في الشجاعة والإيثار حيث دخل التاريخ من أوسع أبوابه في كفاحه من أجل العدالة الاجتماعية والقضاء على العنصرية.
حرص مانديلا على تجنب المقاومة المسلحة، فكان يدعو دائما إلى الحلول السلمية. ولكن في العام 1960 تم إطلاق النار على حشد من المتظاهرين السلميين. بعدها اتفق مع أعضاء المجلس الأفريقي بالدعوة للمقاومة المسلحة، ولكن في العام 62 تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. ثم في العام 64 تمت إدانته بالتحريض على المشاركة بالنضال المسلح ليحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلا أنه أفرج عنه نتيجة للضغوط الداخلية مثل ما ذكرنا والخارجية، بعد أن قضى 27 عاما في السجن. نبدأ بسيطة عن اليوم العالمي للتضامن مع نيلسون مانديلا. اليوم العالمي لنيلسون مانديلا هو يوم عالمي أعلنت عنه اليونسكو في 10 نوفمبر 2009 للاحتفال به في 18 يوليو من كل عام بمناسبة ولادة الزعيم نيلسون مانديلا. في هذا اليوم يدعى كل مواطن في العالم لتكريس رمزية 67 دقيقة من وقته للعمل في خدمة المجتمع لإحياء ذكرى السنوات 67 الذين كرسهم نيلسون مانديلا لمكافحة العنصرية والدفاع عن حقوق الإنسان. وفي مثل هذا اليوم، أي في 18 يوليو، تحل الذكرى 99 على ولادته، حيث أنه قد ولد في العام 1918. نيلسون مانديلا هو أول رئيس أسود يصل إلى سدة الحكم في جنوب أفريقيا، وذلك في العام 94، وظل في الحكم لفترة رئاسية واحدة فقط حتى العام 1999. حصل نيلسون مانديلا على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع دي كليرك رئيس جنوب أفريقيا السابق في العام 93. اشترك مانديلا في الحركة المناهضة للفصل العنصري في العشرينات من عمره، وانضم للمؤتمر الوطني الأفريقي في العام 42، ولمدة 20 عاما أدار الحملة السلمية الغير عنيفة ضد حكومة جنوب أفريقيا وسياساتها العنصرية. فما أحوج هذا العالم في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها من توحش إلى مناضل كنيلسون مانديلا. أما عن المصالحة الوطنية باختصار شديد، فقد أنشئت لجنة للمصالحة في جنوب أفريقيا بمقتضى قانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة في العام 1995، سميت لجنة الحقيقة والمصالحة، وكان ذلك أثناء رئاسة مانديلا. وترأس هذه اللجنة رئيس الأساقفة ديزموند توتو، وكان الهدف الرئيسي للجنة الوصول للمصالحة الوطنية بين الضحايا والجنات بعد تحديد جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إبان حقبة الفصل العنصري التي بدأته حكومة جنوب أفريقيا في العام 1948. والآن أترككم مع الرفيق سلمان، والذي زار مع وفد من المعارضة جنوب أفريقيا واطلع عن كثب على تجربة المصالحة في ذلك البلد، ومن خلال لقائه ببعض المسؤولين في تلك الدولة، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا رفيق حميد على هذه المقدمة. بصراحة اسمحوا لي أن أحييكم وأشكركم على حضور هذه الندوة، أعتقد التي يعني أعد لها القسم الإعلامي في المنبر التقدمي، كما أتصور منطلقين من أن موضوع المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا هو موضوع مهم، وموضوع بالفعل يهمنا نحن في البحرين كما يهم جميع الدول التي تمر بمحن اجتماعية واقتصادية وسياسية. وأعتقد أن هذا الموضوع أنا ليس لي يعني يد في العنوان الذي وضعه الإخوان في الندوة، وهو طويل فعلا مثل ما ذكر رفيق حميد، لكن هو يختصر على الأقل ما نحن بصدده في هذه الأمسية، حيث سنركز قدر الإمكان. أنا أعتقد الرفيق حميد ركز بشكل واضح على دور زعيم نيلسون مانديلا في مسألة المصالحة الوطنية ودوره كسياسي في إنجاح جهود المصالحة فيما بعد وقيادة البلد إلى بر الأمان. ما يهمني في هذه الورقة تحديدا التي سوف يعني يقدمها على شقين، شق أولي مكتوب، والشق الثاني أحاول قدر الإمكان حسب ما يسمح به الوقت أثناء المناقشات أن ألقي الضوء على بعض المشاهدات والمتابعات
التي سمحت لنا الظروف أن نتابعها مع المسؤولين في جنوب أفريقيا أثناء زيارتنا منذ 3 سنوات، وهي مشاهدات أنا أعتقد هي مهمة نستلهم منها الكثير في نضالنا الوطني في هذا البلد. وأعتقد أن التجربة الجنوب أفريقية بالفعل تجربة تستحق الكثير، ولا يمكن الإلمام بهذه التجربة من خلال ندوة أو ربع ساعة أو ساعة أو ساعة ونص أو أكثر، لأن هي تجربة تحتاج إلى كثير من الدراسات، تحتاج إلى كثير من المتابعات، لكن على الأقل سوف نسلط الضوء قدر الإمكان على الجوانب والمزايا التي حفلت فيها التجربة، ومن ثم انعكاساتها على الشعب في جنوب أفريقيا وكيف يمكن لنا أن نستفيد منها. أنا حقيقة وضعت ورقتي تحت عنوان تجربة المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا، الدروس المستفادة. مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي عادت مجدداً إلى الفضاء السياسي العالمي، وبعد كبت وقمع وطول غياب، الإرهاصات الأولى لمفاهيم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية، وهي مفاهيم كانت مغيبة وغير مسموح بتداولها في غالبية أدبيات أنظمة الاستبداد السياسي، واقتصر استعمالها بصورة رئيسية في أدبيات الأحزاب والقوى السياسية وحركات التحرر الوطني، تحديداً فيما اصطلح على تسميته بدول العالم الثالث وبشكل خاص في منطقتنا العربية، وسط عالم منشغل بترتيب مصالحه وتحالفاته القادمة وتوسعة أساطيله وقواه العسكرية على أنقاض ما خلفته النتائج الفعلية لحروب وصراعات وتحولات العقدين الأخيرين من القرن الماضي، وبعيداً حتى عن الترتيبات التي فرضتها نتائج الحرب العالمية الثانية وما جرى بعدها من تحولات كبرى، وما جرى بعدها من تحولات كبرى. وبعيدا حتى عن ترتيبات تفرضت نتائج الحرب العالمية الثانية وما جرى بعدها من تحولات كبرى في العالم برمته، وليصبح ممكنا أن يهيمن موضوع الديمقراطية على انشغالات الساحة السياسية العالمية ولو في شكله وإطاره الدعائي، وبالقدر الذي يسمح للقوى المهيمنة أحكام سيطرتها مجددا وبأساليب وأدوات ربما مختلفة عن السابق، مبشرة بتشكل عالم أكثر انفتاحا يقوده اقتصاد السوق، ومستفيدة من جملة التحولات التي حدثت بعد انتهاء الحرب الباردة، وتحديدا بعد الأحداث المزلزلة التي أدت لسقوط الاتحاد السوفيتي كمعادل وازن ضمن الثنائية القطبية التي كانت قائمة حينها وتحكم بدورها عملية التوازن الدولية، حيث تفتتت الكتلة الشرقية بعد حروب مكلفة ودمار لا زالت ندوبه قائمة حتى اليوم، ليصبح بعدها عالمنا مدارا بأحادية قطبية وتحالفات مغامرة لم تتورع عن انشعال الحروب والفتن والانقسامات تلبية لجشعها وهيمنتها على مقدرات شعوب العالم. ربما ساعدتنا تلك المقدمة المختصرة جدا على فهم ما نحن بصدده في هذه الندوة وفي هذه الأمسية، حيث مثلت التحولات التي جرت في جنوب أفريقيا ومشروع المصالحة التاريخي الذي أنجز في هذا البلد الذي مثل نظام الحكم فيه قبل ذلك مع الكيان الصهيوني الغاصب العناوين والمضامين البارزة والأكثر وضوحاً لأنظمة الفصل العنصري في العالم. من هنا فإن غالبية المتابعين لأوضاع العالم في تلك الفترة وبالتحديد يتفقون على أن عام 1989 هو عام التحولات الدولية الفعلية وبداية تأسيس نظام دولي جديد، وهو ما كان يروج له حينها، حيث اختير فيه دي كليرك رئيساً لحكومة جنوب أفريقيا العنصرية، وهو العام الذي اشتدت فيه الضغوط على حكومة جنوب أفريقيا العنصرية وبعد مرض مفاجئ لرئيسها السابق بي دبليو بوتا. ليبادر الرئيس الجديد دي كليرك مدفوعاً بتلك الضغوط لاتخاذ بعض الخطوات الإصلاحية المتعلقة بأوضاع بلاده السياسية، ومن بينها رفع الحظر عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الANC وإطلاق بعض المعتقلين السياسيين ومن بينهم نيلسون مانديلا، وشرع في حوار مع أحزاب المعارضة حول مستقبل البلاد والتي ظنها أنها ستكون كفيلة بتقليص حجم الضغوطات الدولية على نظام بلاده العنصري، وهو الذي لا زال حتى اللحظة يرفض حتى فكرة قيام دولة واحدة وموحدة. اسمحوا لي بس شوي. في جنوب أفريقيا ولم يجد مفرا بعدها
من الإذعان لإلغاء بعض قوانين الفصل العنصري والإعلان عن تشكيل حكومة متعددة الأعراق وإعطاء المواطنين السود حق التصويت. بحسب ما ذكره مانديلا نفسه لاحقاً، فإن حكومة ديكليرك لم تكن حينها جادة في تحقيق إصلاحات حقيقية، وتعاملت ببرغماتية من شأنها أن تبقي الحكم في والسلطات في أيدي البيض الأفريكانرز. لذلك حاولت جاهدة أن تكسر وحدة المعارضة في جنوب أفريقيا وتضرب إسفين بين قواها الرئيسية وإظهار المعارضة وكأنها متعطشة للقتل وسفك الدماء على طريق خلق حرب أهلية ولتفتيت الجبهة الداخلية، أولاً للقوى المناهضة لنظام الفصل العنصري، حيث سعت لإضعاف حزب يعني حكومة ديكليرك سعت لإضعاف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عبر تشكيل معاد له. لذلك دعمت حزب إنكاثا وزعيمه بوتليزي للاحتفاظ بقوة ودور الزولو والإبقاء على مكتسباتهم وإبراز هويتهم الإثنية في إطار نظام الحكم الفيدرالي كبديل عن إطار الدولة الواحدة التي تطالب بها قوى المعارضة. الجدير بالذكر أن غالبية أعضاء حزب إنكاثا ينتمون إلى قبائل الزولو، أما بوتليزي نفسه زعيم الزولو فهو أحد أحفاد ملك الزولو، الذي على الرغم من معارضته لنظام الفصل العنصري إلا أنه كان يعارض النضال المسلح ويرفض قيام دولة واحدة موحدة في جنوب أفريقيا. لذلك فقد قام بوتليزي بحملة لرفع العقوبات الدولية المفروضة على حكومة بريتوريا العنصرية، ومع بدايات العام 1990 بدأ مسلحو إنكاثا حربهم ضد المؤتمر الوطني الأفريقي، وأحرقوا قرى كاملة وقتلوا وشردوا المئات وقاموا بالتفجيرات والمذابح الجماعية، وأصبحت جنوب أفريقيا بأسرها ضمن حرب أهلية طاحنة، وخلال عام واحد تجاوز عدد الضحايا 2500 قتيل. ولم تجد كثرة المناشدات ومن بينها مناشدات مانديلا نفسه من داخل زنزانته لوقف الحرب، واستمرت أعمال القتل والشغب تتصاعد كلما اقتربت الحكومة العنصرية وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي من التوصل لاتفاق. وكانت عمليات القتل تحدث على مرأة ومسمع من رجال شرطة نظام الفصل العنصري، بل سمحت الحكومة العنصرية لأعضاء إنكاثا بحمل السلاح التقليدي كما سمته بدافع الدفاع عن النفس لكي تبقي الحرب الأهلية مشتعلة إلى أقصى مدى لإنهاك قوى المعارضة وكرد فعل على سلسلة الضغوط الدولية التي تتعرض لها حكومة الفصل العنصري. هنا بالضبط برز دور مانديلا وحكمته وقدرته السياسية على ضبط النفس، حيث أمر أنصار وجماهير حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بعدم الانجرار إلى الحرب وتفويت الفرصة على الحكومة وقيادات حزب إنكاثا المدعومين منها، رغم ازدياد أعداد الضحايا والخراب والتدمير، محاولا قدر المستطاع الاحتفاظ باستراتيجية المفاوضات والسلام لتحقيق حلم شعبه في الحرية والعدالة. هنا يجب علينا أن نتوقف لنتأمل بروح وطنية ومضامين تقدمية. الفرق بين عقلية ومنهجية أعداء الحرية والمستبدين الممسكين بالسلطات أينما كانوا وكيفما وجدوا، وروح ومعنى الإصرار على هزيمة هذا النهج المستبد المدمر الذي تتعلم منه قوى التقدم والحرية، وهو ما قدمته لنا تجربة مانديلا وحزبه والقوى الوطنية في جنوب أفريقيا في مفصل تاريخي هام وحساس تناوبته طموحات شعب جنوب أفريقيا في المضي نحو الحرية والعدالة الاجتماعية، مستفيداً من زخم التحولات الدولية حينها التي كان العالم يتهيأ لها والضغوطات التي مورست على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في مقابل صلف وغرور الطغمة المهيمنة على حكم جنوب أفريقيا من البيض العنصريين. ترى سؤال على الهامش، هل تصح هنا مقاربة موقف حزب إنكاثا بالنسبة لقضية الإجماع الوطني في جنوب أفريقيا مع موقف حركة حماس الفلسطينية من قضية الإجماع الوطني الفلسطيني بعد تأسيس حماس في عام 87، والتي تعتبر نفسها امتداداً لحركة الإخوان المسلمين الدولية وما جرى بعد ذلك من تفكك في وحدة النضال الفلسطيني؟ هو سؤال على الهامش لكنه يطرح تساؤلات عدة حول أهمية الإجماع الوطني والمفصل التاريخي الذي يجب أن تتسنمه القوى الوطنية عندما تمر الشعوب بمحن
كمحنة الشعب الفلسطيني الحالية. وحين أقرت الأمم المتحدة في العام 2009 اليوم الدولي للاحتفاء بإرث ونضالات نيلسون مانديلا الذي يصادف 18 يوليو يعني بعد يومين من الآن، حيث ولد مانديلا في العام 1918، معربة عن تقديرها لما تحلى به مانديلا من قيم وتفان لخدمة البشرية خاصة في ميادين النزاعات والصراعات الإثنية والعرقية، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة والمساواة واحترام النساء والأقليات وتحسين أحوال الفقراء، والذي يعد اعترافا بإسهامه في الكفاح من أجل الديمقراطية على الصعيد الدولي وفي الترويج لثقافة السلام والتعايش في شتى أرجاء العالم. فقد رفع مانديلا شعارا رئيسيا مع وصوله للحكم في عام 1994 كرئيس منتخب، وهو أمة واحدة وثقافات متعددة في أمة يمثل فيها السود الأفارقة 79% من السكان، فيما يمثل البيض الأفريكانرز 9.6% والأسيويون 2.5% والملونون 8.9%، علما أن الملونون هم الذين لا ينتمون إلى أي من الجماعات الثلاث، السود والبيض أو الهنود. وعلى طريق المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا، فقد شكل الرئيس مانديلا لجنة محايدة للإنصاف والمصالحة آنذاك لتحقيق المصالحة الشاملة وإنصاف الضحايا، علاوة على تحديد ومعرفة الطرف المتسبب في تردي الأوضاع الأمنية تحديدا، خاصة بعد تصاعد أعمال العنف اليومية التي راح ضحيتها مئات القتلى. وأحد أهم أسباب ذلك هو زيادة معدلات الجريمة بسبب دخول عناصر وعصابات الجريمة بعد رفع العزلة عن جنوب أفريقيا، حيث جاء أفراد من الصين وروسيا وكولومبيا ونيجيريا للعمل في مجال تهريب الألماس والسلاح والمخدرات، على الرغم من تراجع الخلاف السياسي بعد تحالف حزب إنكاثا الأسود مع حزب التحالف الديمقراطي الأبيض. ومع ازدياد معدلات الجريمة واستمرار تشبث البيض بالأراضي والاتساع الحاد في حجم التفاوت الطبقي بين معدلات الفقر والبطالة، استمرت الاضطرابات الداخلية من قبل الجماعات المنتسبة للسود، وبالتالي ازداد الإنفاق الحكومي على الأمن الداخلي لضبط الأوضاع الأمنية في الداخل. والذي زاد الأوضاع الداخلية صعوبة هو ازدياد الفقر والبطالة في صفوف السود تحديدا، حيث توافر فيما بعد التعليم الجامعي بصورة أكبر لأبنائهم، ومما سمح بتخرج أعداد كبيرة منهم ممن استوعبتهم سوق العمل لم تستوعبهم سوق العمل من قبل واستوعبتهم لاحقا، بالإضافة إلى وجود مشاكل وحروب في دول الجوار كموزمبيق وغيرها، مما دفع بالآلاف من العمالة المهاجرة من العمالة للهجرة القسرية نحو جنوب أفريقيا بحثا عن العمل، مما خلق بدوره ضيقا لدى شرائح واسعة من سكان جنوب أفريقيا وارتفاعا في معدلات الجريمة. إلا أن حكومة جنوب أفريقيا هناك سعت لحل تلك التأزمات عبر الإسهام، طبعا حكومة جنوب أفريقيا برئاسة مانديلا الآن، عبر الإسهام في خلق حالة من الاستقرار أولا لدى دول الجوار لتقليل الهجرة نحوها، مع ضرورة معالجة مشاكل الفقر والبطالة والأمن على المستوى المحلي. وبالتدريج تم احتواء الأزمة في أقل من 20 عاما، وتم ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة في جنوب أفريقيا. ها هي إذن جنوب أفريقيا اليوم تحاول جاهدة أن تقدم نفسها كنموذج يحتذى لعملية الاندماج الوطني والتعايش والتداول السلمي للسلطة، على عكس ما يجري في غالبية الدول الأفريقية المجاورة لها المبتلية بحالات من الفساد المستشري والاستبداد والديكتاتورية والانقلابات العسكرية. ولكي يبقى السؤال، ولكن يبقى السؤال إلى أي مدى نجحت جنوب أفريقيا في ذلك، خاصة فيما يتعلق بمسألة الفساد والتي لا زالت تضرب بقوة في مفاصل رئيسة في أجهزة الدولة، وعن الاتهامات المتكررة الموجهة للحزب الحاكم الحالي وحتى لرئيس الدولة الحالي نفسه على أكثر من صعيد في مجال الفساد. وبالنتيجة يمكن تلمس النتائج الفعلية لتحقيق الديمقراطية وإرساء المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا عبر مؤشرات عدة، لعل أبرزها كما نريد أن نركز عليه هنا هو المؤشر الاقتصادي الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين هناك. وبعد أن أضحت جنوب أفريقيا رقما اقتصاديا مهما على المستوى العالمي وضمن مجموعة دول بريك، فإن الأرقام تخبرنا أنه خلال 20 سنة الأولى فقط من الحكم الديمقراطي
في البلاد والممتدة بين عام 1994 إلى عام 2014، أي منذ تسلم نيلسون مانديلا الحكم في 1994 حتى 2014، 20 سنة من الحكم الديمقراطي. نجحت جنوب أفريقيا في مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي من 136 مليار دولار في العام 94 إلى 384 مليار دولار مع حلول عام 2014، وذلك بفضل خارطة طريق اقتصادية كشف عنها تقرير صادر عن رئاسة الدولة هناك بمناسبة مرور 20 عاما على الحكم الديمقراطي، حيث يصنف البنك الدولي جنوب أفريقيا كدولة يتجاوز متوسط دخل الفرد فيها المتوسطات العالمية، وأن اقتصادها قد صار الآن هو الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، وبفضله يستفيد ملايين المواطنين في جنوب أفريقيا بوظائف وبخدمات أساسية كانت يوما ما أملا ومطلبا ملحا خلال فترة الحكم العنصري. ومنها على سبيل المثال للحصر توافر مياه شرب نقية وصالحة وخدمات صرف صحي وتعليم ومساعدات اجتماعية تصل خلال 20 عاما فقط لأكثر من 15 مليون إنسان كانوا في حاجة ماسة لها، علما بأن سكان جنوب أفريقيا يفوق قليلا 53 مليون إنسان. كما استعرض التقرير الرئاسي ملامح من خارطة الطريق التي سارت عليها جنوب أفريقيا للنهوض باقتصادها بعد عودة الديمقراطية إليها، والخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة منذ سقوط النظام العنصري وتأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة، والتحديات التي واجهت مضي خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي للبلاد في مسارها. حيث أكد التقرير في بدايته أن اقتصاد جنوب أفريقيا أصبح بعيدا تماما عما كان عليه الحال قبل 20 عاما، من كونها دولة مفلسة تقريبا إلى بلد ميزانيته متنامية بشكل سريع، حيث كانت جنوب أفريقيا قبل عقدين من الزمن تعاني من معدلات بطالة مرتفعة ومستويات متدنية للاستثمار ويد عاملة غير مدربة تدريبا كافيا واحتكارات واسعة كانت كلها تشكل معالم اقتصاد جنوب أفريقيا في الفترة السابقة، وشكلت في الوقت ذاته عقبات في مسار خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي الجديدة كان يتعين على الحكم الجديد اجتيازها. وجاء في التقرير الرئاسي أيضا أنه على الرغم من جهود حكومة الفصل العنصري لإخفاء تجاوزاتها الوحشية ضد حقوق الإنسان عن المجتمع الدولي أملا منها آنذاك في الحصول على استثمارات نوعية من العالم، إلا أن الفترة الملتهبة شهدت رحيل المستثمرين والشركاء التجاريين عن جنوب أفريقيا بأعداد كبيرة، وكان من الطبيعي جداً أن تلقي التوترات الداخلية العنيفة والسياسية غير المستقرة والعقوبات والعزلة الاقتصادية الدولية التي سبقت الانتخابات التاريخية في 94 بثقلها على كاهل الاقتصاد الوطني لجنوب أفريقيا. وصار من المؤكد أن أول حكومة ديمقراطية برئاسة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا سترث اقتصادا منهارا، وكان ذلك تحديدا هو الحال عندما صار من مانديلا أول رئيس ديمقراطي منتخب، فقد سجل معدل النمو الاقتصادي أقل من 1% سنويا قبل عام 94. وكشف التقرير الرئاسي لجنوب أفريقيا عن أن الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 تسببت في تراجع حجم الاستثمار في جنوب أفريقيا بنسبة 19%، لكن اقتصاد جنوب أفريقيا سرعان ما استعاد عافيته ليصعد بنسبة 19.2% في عام 2013، وعزل خبراء هذا التحول الإيجابي إلى الاستثمارات المكثفة التي ضختها حكومة جنوب أفريقيا الديمقراطية في مشروعات ضخمة للبنية التحتية. واعتبر التقرير أن من أسباب قوة اقتصاد جنوب أفريقيا إعادة تشكيل مؤسسات هامة في مجال الاقتصاد الوطني في الدولة، مثل هيئة خدمات الدخل وبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي ولجنة المنافسة ومجلس التنمية الاقتصادية الوطنية والعمل. وبفضل ذلك تحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي لجنوب أفريقيا فيما بين عامي 1994 وعام 2014، حيث بات اقتصاد جنوب أفريقيا ينمو بنسبة تقل عن 3.2 سنويا بدءا من العام 94، وهو النمو الذي لم يكن تجاوز معدله 1% كما أسبقت في أحسن حالته قبل هذا العام.
وقفزت نسبة ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي في جنوب أفريقيا من 15% عام 93 إلى 24.8% من الناتج القومي الإجمالي في عام 2008. ولتجني جنوب أفريقيا ثمرات الإصلاح السياسي والمصالحة الشاملة، كان التركيز على برامج تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتحقيق الكرامة للفقراء وفي صدر أولويات برنامج الإنماء الاقتصادي لجنوب أفريقيا خلال 20 عام الماضية، حيث تصدى البرنامج للاحتياجات الملحة للشعب من سكن ملائم ومياه شرب نقية وكهرباء وتعليم في كل أرجاء الدولة وبنية أساسية اجتماعية تشمل الرعاية الصحية والإصلاح الزراعي وعلاج الظلم الهيكلي الذي وقع على المزارعين السور تحديدا ودام عقود نتيجة الفصل العنصري وقوانينه الجائرة. وتعين على الحكومة السماح لأعداد أكبر من السود ليكونوا لاعبين أساسيين في الاقتصاد الوطني وتم التوسع في هذا الاتجاه. وبحسب التقارير الرسمية الصادرة من الحكومة، فقد ركزت خارطة طريق إصلاح اقتصاد جنوب أفريقيا خلال الأعوام 20 الماضية على إعطاء الأولوية إلى توفير تعليم أفضل للمواطنين والتوسع فيه بصورة جوهرية، مع الربط بين المهارات التي تحتاجها المشروعات المختلفة والتعليم والتدريب لتهيئة الكفاءات التي يتطلبها سوق العمل. وركزت خارطة الطريق الجنوب أفريقية كذلك على تحسين كفاءات إنفاذ القانون وتحسين خدمات العدالة، انطلاقا من أن تطبيق القوانين بكفاءة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار. ولكي نستطيع فهم ودور رسالة مانديلا باعتباره زعيما وطنيا وأمميا ملهما ليس لجنوب أفريقيين فحسب وإنما للعالم، يكفينا في هذه العجالة أن نقرأ جوانب من أحدى خطبه الكثيرة والتي ألقاها في مركز إكسفورد للدراسات الإسلامية في يوليو من عام 1997، حيث قال بوضوح: مفاهيم يمكن أن تطبق على أو أن تنطبق على كل الشعوب والدول التي مرت وتمر بمحن الانقسام والفرقة والتناحر وزيادة عوامل الكراهية، مؤملين أن نستوعب جميعنا الدروس الخلاصات التي قدمها هذا المناضل الفذ الذي قضى 27 عاما في سجون سلطات الفصل العنصري دون أن يهزم أو يتراخى أو ينكسر، وبقي صامدا ممسكا بمبادئه وقيم حزبه النضالية حتى الرمق الأخير. وها هو يقول في خطبته: أولا، مع القضاء على النظام الفصل العنصري بمساعدة المجتمع الدولي وتضحيات شعب جنوب أفريقيا، فإن رؤيتنا لمجتمعنا الجديد يجب أن تقوم على تحقيق الديمقراطية والعدالة والاحترام المتبادل بين الجميع، مع إلغاء كافة مظاهر الغبن والتمييز. هذا المشروع كما يقول يحتاج لتغييرات شاملة في مجتمعنا تكون ضمن أهدافها الرئيسية الاعتراف أولا بماض طويل من الانقسام والظلم. ثانيا، يقول مانديلا: مشروع المصالحة الوطنية وبناء الدولة يحتاج لإنجازات متزامنة تتحقق معها شرعية الحكم التي هي كفيلة بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي من أجل إحداث تحولات وتطورات اجتماعية واقتصادية نوعية للناس، وتعمل على خلق توافقات يحتاجها مجتمعنا الأفريقي المنقسم. ثالثا، باعتبارنا حديثي عهد الديمقراطية كما يقول مانديلا والحريات علينا حديثي العهد بالديمقراطية والحريات، علينا الاستفادة من تجارب من سبقونا في هذه المجالات الذين من خلالهم تعلمنا أن الحقوق السياسية تبقى هشة وفارغة المحتوى طالما أنها لا تحقق تطورا حقيقيا في حياة ومعيشة الناس بالمفهوم الشامل الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الجميع ضمن رؤية توافقية وطنية شاملة للمجتمع. ويقول أيضا: نناشد كافة القيم الإنسانية والروحية العظيمة في العالم أن تلهم الإنسانية النهوض بكل ما تختزنه من مضامين راقية من أجل عالم أفضل لكل ساكني. وهذا دليل على أممية خطاب ونهج مانديلا كمناضل. ويقول أيضا: أحاسيسنا ومفاهيمنا الإفريقية المتجذرة تخبرنا أننا نكون إنسانيون فقط عندما نعترف بإنسانية الآخرين. وفي الختام، وإسقاطاً على ما تقدم، نستطيع أن نقول أن مسألة الإصلاح السياسي في أي بلد مهما تأجلت تبقى مشروعاً قادماً ومنتظراً على الدوام.
علينا جميعا أن نتعلم الدروس والعبر التاريخية لإنجازه وبالصورة التي تحفظ لأوطاننا وحدتها وانسجامها، وأن أول ما يجب أن نفكر فيه بعد ذلك هو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي هي قوام الأوطان وسر نجاحها وتقدمها. ولتكن لنا في تجربة جنوب أفريقيا وحكمة وشجاعة مانديلا ورجال حزبه أسوة نقتديها لنعبر بأوطاننا إلى بر الأمان عبر مصالحة سياسية شاملة تحفظ استقرارنا السياسي وتعزز من سيادتنا الوطنية وسط عالم تعبث فيه مصالح اللاعبين الكبار إقليميا ودوليا. وشكراً.